اهلا وسهلا حبايب قلبي. طيب يا عمي يا سيدي سبيتا، ايش قصة الكلمات بالانجليزي اللي في اخرها ing هذه؟ مش فاهمين، هي سؤال، هي فعل، هي صفة، هي اسم؟ مرة بتقولنا مع ار، ومرة مع واز، ومرة بنلاقيها مش مع ولا واحدة. خلصونا يا عمي، احنا ناس مشغولين، مش قادر تلاقينا يا سبيتا. انت بكل هالمخ اللي عليك مش عارفة تشرح لنا اياها بطريقة ترسخ في هالمخ. خلصنا، مشغولين احنا يا جماعة، مشغولين. هات لنا طريقة من عندك عنا اياها. طيب حاضر، هذا الفيديو اشرح لك كل الدنيا والقصة السالفة وبنت عمها وخالتها وجيرانها تبعت الاي ان جي بطريقة سهلة، وانت بتشرب قهوة. بدك ولا ما بدك؟ حط لايك للفيديو ويلا نبدا معانا الدرس. صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم. طيب حبيب قلبي، اذا درس اليوم بدنا نفهم ايش قصة اي ان جي وخالاتها وبنت عماتها ونسوانهم وكل نزوان الحارة تبعتهم. ايش قصة الكلمة اللي بيكون بتنتهي باي ان جي؟ زي والله احنا مثلا في عنا بتلاقي مثلا والله reading اي ان جي، درايفنج بتلاقي اي ان جي. ايش هالقصة هذي يا عم؟ ايش قصة الاي ان جي؟ احيانا بتلاقيها ار reading وواز وير، واحيانا بتطلع زي ما هي. ها هيز درايفنج، انت قلت لنا طيب ام واز وار وواز وير، مش فاهم. اشرح لك اياها طريقة سهلة حلوة مرتبة زي الاسد. جيب ورقة وقلم، واذا بدك تجيب ورقة وقلم بلاش، بس على الاقل ركز. بس على الاقل ايش؟ ركز، لانه اذا ما ركزتش مش راح تستفيد. ركز يلا مع بعض. ارغي يا سيدي سميت، ايش الموضوع؟ طيب موضوع بشكل بسيط جدا، مش راح اصعب عليك، سهل جدا جدا جدا. شوف علي، الكلمات اللي بتنتهي باي ان جي، كلمات اللي بتنتهي باي ان جي هي بس نوعين في الانجليزيه، بس تنتين. سيبك من الانجليزي وشبك من القاموس، سيبك من البريطاني، سيبك من درسين انجليزي، انا بدي اعلمك اياها بالطريقه هذه. خلي اللي يحكي خد مني وخلاص. من اقسمهم قسمين، بس قسمين. قسم الاول بدنا نسميه فعل، هيو ها في النص حدش يزعل في النص. والثاني نسميه ايش؟ اسم. شو انا قلت؟ فعل هو اسم اللي بتنتهي باي ان جي، اللي بتنتهي باي ان جي. ناخذ اسهل وحده اللي هي لما بتكون فعل، الفعل بيكون اسهل، مع انه هي في الاصل هي الاصعب، بس لانكم انتم بتعرفوها انا قلت عنها اسهل. الفعل ايش يعني فعل معه اي ان جي؟ يعني اي فعل في المضارع، يعني في صيغته الاولى في المضارع في المصدر. اي فعل read sing، كل هذه افعال. تل اوسخك يا سبيتا، حاضر انا اسف. تل يخبر، سبيك يتحدث، ريد يقرا، سينج يغني. هذول افعال فعل في المضارع. هذه الافعال اذا الافعال اللي في صيغه المضارع تصريف الاول، اذا اجى قبلها واحد من التالي ام از ار واز وير، وفي كمان ويل بي زائد، اعملها بالازرق عشان ندللكم شويه، زائد ازرق كبيره. ها الا واحد بيقول لي عملت صليب، يا ساتر، لانه هذول الفلاسفه كتار زياده على اللزوم. هذا زائد بس كبير شويه، ها ملوش صليب، مع الاحترام لجميع الاديان. اوكي هذا زائد، ها هذه النيله اللي صرنا فيها. طيب المهم، اذا بتلاقي واحده من هذول السته ويجي بعدها مباشره فعل، لازم تحط بعده اي ان جي، اي ان جي، I N G I N G I N G. بتصير I am telling, is speaking, are speaking, was speaking, were reading, will be singing. طبعا بشكل بسيط جدا، بشكل بسيط جدا 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 جدا، will تاخذ will be كل الضمائر قبلها، where اللي هي بتاخذ ايش؟ you they we. Was تاخد I، في بعض الحالات I تاخد where في المستحيلة. معلش أنا خرجت من الفريم، مركزين معايا هون؟ I he she و it، are بتاخد you they we، is بتاخد he و she و it، وام لحالها بتاخد اي. تابع معايا، ورحت على الفيسبوك راح نراجع اللي قلته بشكل بسيط جدا. افعل في المصدر، فعل في المصدر تحط له اي ان جي اذا اجى قبله ام او از او ار او واز وير، وبكون معناه، ركز في الجمله اللي حقولها الان جدا مهمه، ركز معايا، بكون معناه في هذه الحاله انه الفعل مستمر، سواء مستمر في المستقبل، مستمر في الماضي، او مستمر في الحاضر. بوم
إذن إذا إجت كلمة فيها ING ولقيت قبلها واحدة من هدول الستة والبي where was are is am هي معناها فعل مستمر. بوم خلصت. طيب استفيت أنت تتفلسف علينا ولا إيش قصتك يعني اليوم؟ شوف الدنيا شوب والدنيا صيف وإحنا قرفانين حالنا وخلصنا يا سبيتا. كيف أنت بتقولنا هيك وأحياناً إحنا بنلاقي كلمات بالإنجليزية تنتهي ING يا أفندي سبيتا وقبلها فش آم وإزو آ إيش آ؟ بالراحة عليه بس تعصبش. أنا قلت هي نوعين، النوع الأول بكون فيها ING إذا كان في قبلها واحدة من هدول. طب في بنفع تيجي هذه بدون ما يجي بآ؟ إذا إجت واحدة من الكلمات تنتهي هي بING بدون ما يكون قبلها واحدة من هذول الستة نعتبرها اسم. زي إيش مثلا؟ مش إحنا قلنا reading معناها مثلا I am reading. I am reading معناتها أنا أقرأ، أنا قاعد بقرأ مستمر. إذا إجا قبل reading إجا معها ING وقبلها إجا am إذا فعل. طيب تقدر تحط reading مش على فعل اسم؟ أي كيف بنقول؟ بنقول his his ها his reading his reading is good أو correct. طب استنى يا سبيتا، انت هاي كلمة ING ما جاش قبلها واحدة من الستة هدول، ضحكت علينا؟ لا لا ما حدش عليك. إذا إجا قبلها واحدة من الستة فهي فعل، إذا إجا قبلها أي شيء تاني غير هدول الستة بتصير إيش معناها؟ بيصير معناها إيش؟ قول وراي بصوت عالي، اسم. وإيش بيصير معناها؟ هي بتصير اسم، هي بتكون اسم. إذا إيش معناها؟ بنقول his reading is good يعني قراءته جيدة، قراءته يعني هون بمعنى قراءة ولكن هون معناها قاعد بيقرأ. في مقدر مين مقدر يعطيني مثال تاني؟ driving ها؟ بنقول her driving license her driving license. إذن her driving معناتها سياقتها يعني سواقتها للسيارة سواقتها. إذن بشكل بسيط جدا باللغة الإنجليزية كلمة اللي بتنتهي بING تكون واحدة من تنتين، إما بتكون اسم أو بتكون فعل. كيف بتكون فعل؟ إذا إجا قبلها واحدة من الستة هدول am وis وar وwas وwhere وإيش كمان will be وبكون معناها فعل بالمستمر. إذا ما جاش قبلها واحد من الستة هدول أي شيء تانية بالدنيا غير الستة كلمات هدول بيكون معناتها اسم بس. هنا قاعد بيقرأ reading reading هون معناها قراءة. هنا قاعد بيسوق he is driving قاعد بيسوق بنقول his driving بنقول إيش إيش معناها سواقته بس. هذا كل ING. رح أمسح هذا وأعطي أكتب لك مثالين تطبيق على الدرس وبعدين أعطيك سؤالين. ركز معايا يلا نشوف المثالين. مثال الأول نأخذ مثلا كلمة أعطوني مثال مثلا hunting إيش يعني؟ بلاش كلمة hunting في بعض الناس بعرفهاش بس hunting معناتها يصطاد. أوكي بنقول drinking بنقول he بنقول مثال he is drinking. إيش معنى الجملة؟ ها بصوت عالي علي صوتك. He is drinking معناها هو قاعد يشرب يعني مستمر في المستمر قاعد بيشرب. إذن فعل مع ING إجا قبله is واحدة من الستة. طب هات نجيب مثال زيه نستعمل drinking ما تكونش فعل تكون اسم. إيش بنقول؟ drinking alcohol drinking alcohol في ناس يتوها بالسي is not good for health. سامحوني. إذن الشرب drinking شرب الكحول أو drinking لحالها بدون الكحول معروفة drinking alcohol is not good شرب. إذن هان إجا معناتها شرب شرب اسم بس. عرفنا إيش الفرق؟ سهل جدا. أمسح هذا وأعطيك سؤالين تحلليهم بتعليق. تحللي هدول بتعليق السؤال الأول بيقول يا أسود بيقول they were run بديك تحط لي بين قوسين تختار بين قوسين اللي هي إيش لازم تكون ولا بلاش. ها حللي إياها مباشرة الفراغ هذا إيش بده يكون فيه. they were run هي A run B running C B running. هاي السؤال الأول. السؤال الثاني فراغ هذا السؤال رقم اثنين. فراغ in the morning is great small letter. الكلمة اللي تعبيها هنا إيش بدها تكون؟ هل هي A is running
بي خيار الثاني run، خيار الثالث running. بديك تعطيني جواب السؤالين هدول بتعليق، وإذا ما عرفتش تحلهم أو استصعبت منهم معناها أنت ما فهمتش الدرس 100%. بترجع الفيديو بتسحبه من البداية، بتمخمخ تسكر حالك الباب أو تقعد بمكان هيك لحالك تقرأ الدرس، بتراجع الدرس مرة تانية تلاقي حالك زي الأسهل درس تحله. أنا راجع معاك أغلب قواعد الإنجليزية بهذه الطريقة عشان هذه هي الطريقة الوحيدة اللي في العالم مع سبيتا اللي راح ترسخهم. بدي كل حل بتعليق وانتظرونا بالفيديو الجديد. السلام.